قال لي أحد الأصدقاء في محاورة معي على الفيسبوك، قال بأن عليك أن تقرأ التفسير لكي تفهم القرآن الكريم. قلت أنا ما سمعته بأن الكتاب نزل للناس أجمعين وليس حصرا للمفسرين. هذا القول سبب كثير من الجدل والاحتجاج من بعض الأصدقاء، وأنا استغربت لأنه الكل يعتقد أن التفسير مسألة أساسية ولا بد منها للتعرف على القرآن الكريم أو النص المقدس، وكأن التفسير هو أساس لا بد منه أو قضية لا بد منها لكي نفهم هذا النص. أما أن نتبع ما يقوله هذا النص عن نفسه بأنه أنزل إلى الناس أجمعين، فعلينا أن لا نصدق بهذه المقولة ونعتمد على تفسير حصري من قبل المفسرين. كل ما علينا أن نختار المفسر الذي يعجبنا ونتبعه. أما أن نخاطب هذا النص مباشرة، وهذا النص أيضا الذي يقول أنه أنزل إلينا إلى كل فرد من أفراد البشرية لكي يخاطبه مباشرة دون أي وسيط، هذا الشيء أصبح راسخا بيننا. لكن الحقيقة أن هذا النص لا يعترف بهذه المسألة نهائيا. ماذا كان رد الصديق؟ أن كتاب الله تضمن إعجاز في جوانب عديدة منه، ومنها البلاغة والنحو والبيان وغيرها كثير، تحتاج دراية ودربة كبيرة لكي نفهم هذه القضية. فقال يعني حتى لو تخيلنا بأنه يعني هذا الكتاب كان سهل التفسير كان فقد جانب الإعجاز منه. أنا أقول هذا رد غير كافي، وهذا بالعكس هذا يعتبر تشكيك بقيمة النص وتشكيك بقدسيته، لكننا لا نشعر بهذه المسألة. أجيب بعدة نقاط. أولا، هناك عشرات بل مئات التفاسير كما نعرف جميعا، كلها هم ومع كل آية في هذا التفسير نجد عبارة اختلف المفسرون في تفسيرها واختلفت الآراء. لن تجد آية واحدة في القرآن الكريم بأكمله لم يختلف فيها المفسرون، إلا يمكن آية واحدة تتعلق بالأم، ما أتذكر بالضبط. المهم هذا يؤدي بنا نتيجة أن عشرات التفاسير هذه لم تصل إلى الذي يدعونه، أنهم يدعون أنهم يفسرون، لكن لن تجد تفسيرا واحدا يقدم لك تفسيرا شافيا وبأدنى حد من يعني من الكفاية. فكيف ندعي بأننا نفسر بأننا بحاجة إلى التفسير، وفي الوقت نفسه عندما أقول أننا لا نحتاج التفسير لأنه كتاب أنزل ببيان هدى للناس أجمعين وفي بلسان عربي مبين، لا إحنا قابلين هاي ولا إحنا محققين اللي نتحدث عنه. ثم ثانيا، ألا يعتبر تفسير القرآن دليلا على أنه كتاب لا علاقة له بالبيان إنما بالغموض؟ فلو صح أنه معجز وأنزل بلسان عربي مبين، لا حرم المفسرون والفقهاء وعلماء الدين التفسير ولاعتبروه كفرا وتشكيكا بإعجاز القرآن، مثل ما حرموا ترجمة القرآن بالحجة نفسها. ثالثا، لو صدقنا وآمنا أنه يحتاج تفسيرا، فلماذا يستنبطون منه أحكاما قاطعة؟ وبسبب هذه الأحكام طارت آلاف بل ملايين الرؤوس، وهجرت شعوب وسبيت وقتلت الملايين واستبيحت كرامتها وحرماتها. ألا يعني هذا بأن هذه التفاسير التي أقحمت على القرآن الكريم تفاسير لها علاقة بالسلطة والحفاظ على المصالح السياسية؟ رابعا،
هذا الأمر يشمل كتب الفقه والمذاهب والفرق أيضا، وذلك لأنه نحو 95% من عندها أنا برأيي ماكو حاجة واحد إنسان يتكبد عن قراءتها أو فهمها، لأنها هي بأكملها تحاول تضخم الأمور أمام الإنسان العادي، تخليه يشعر بأنه أمام جبل هائل صعب اختراق تجاوزه أو سور عالي، من الصعب جدا أن يجتاز إلا إذا كان رجل دين يقضي من عمره 20 30 سنة حتى يفهم كيف يعبر هذا السور العالي. النقاط الأربعة السابقة كانت تشير إلى حقيقة واحدة، هي أننا مؤمنون بأكاذيب ساقها علينا دجالون، أو قراءات مجرد قراءات لا تلزم أحدا إلا أصحابها في أحسن الأحوال طبعا. وهذا يؤدي بنا في النهاية إلى أننا مستغفلون، يعني مستغلون لا مؤمنون، أي أننا مضحوك علينا بصراحة، فلهم يفسرون لنا التفسير الدقيق ولا يستطيعون التفسير الدقيق، وفي الوقت نفسه يمنعوننا من الاتصال مباشرة بالكتاب الذي أنزل إلى الجميع. سادسا، القرآن وعبر القرون أصبح كما نعرف هو ذاكرة للمجتمعات في المنطقة ومجتمع البلدان الإسلامية عموما، يعني دخل في جميع جوانب الحياة، وبالتالي الإسلام لم يعد وليد الظروف التي نشأ فيها. وحتى لو افترضنا أن داخل هذا القرآن أو نصوص القرآن معنى ظاهري أو حتى باطني، فهذه المعاني اللي بداخل القرآن ما عادت تنفعنا بأي شيء، لأن الزمن اللي نزلت به يعني هو أنهى هذا المعنى، كانت هنالك حاجات وقضايا تخص ذاك الزمان وإلها ظروفها وإلها نشأة، يعني الآن الزمان مختلف تماما. ما هو المطلوب؟ المطلوب قراءة جديدة تكتشف إمكانات أخرى لهذا الكتاب المقدس اللي أصبح ذاكرة جمعية لنا جميعا، وذاكرة أساسية أو منطلق نفهم به العالم ويشكل لنا رؤية خاصة للعالم وكل ما فيه. هذا يستدعي من عندنا أن نقرأ بشكل جديد يستجيب لظروفنا وحاجاتنا. يعني أنا قارئ، لست أنا فقط، حتى الرجل الديني القارئ أيضا يجب أن يقرأ بما يتوافق مع حاجات الناس. أما أن تريدنا ترجعنا للماضي فهذه ليست قضية، لا حتى النص نفسه ما طالبها. يعني النص يقول لك أنت قارئ وأنا كتاب وأنا نص، اقرأني واستلهم من عند الأشياء بطريقتك، وإلا كيف يخاطبني هذا؟ لماذا يخاطبني؟ لماذا وجد هذا النص أصلا؟ ثامنا، الكتاب إلهي كما هو معروف أو شائع، لكن هذا الكتاب أرسل من قبل إله، من يقرأه؟ هل يقرأه إله؟ الذي يقرأه هو إنسان. زين، لماذا نحرم هذا الإنسان من قراءته كما يشاء؟ فهل هذا الكتاب منزل خصيصا للمفسرين كما قلت؟ فهل أنزل حتى يعني الكتاب حتى يصبح نص مقدس معزول ما يتفاعل مع حاجات الإنسان ولا يجيب على أسئلته المتجددة المتغيرة؟ زين، هو لماذا نزل هذا الكتاب؟ ألم ينزل لكي تتأمله العقول وتستنبط منه أشياء جديدة في كل وقت تقرأه؟ يعني معنى آخر، احنا بشر، هو نص مقدس إلهي، احنا متغيرين، هو ثابت، لكن هو ثابت لا يستطيع أن يثبت بالحوار معانا، احنا متغيرين، فبالضرورة هو حاسب هذا، يعني النص المقدس هو عنده إمكانية بأنه يعطينا دائما معاني جديدة، ولأن هو مرسل لنا تحديدا، فبالتأكيد ضمن النص موجودة هذه المعاني، وعلينا بالتالي أن نقرأه حتى نستنبط من المعاني، ليس المعاني التي وجدت أو عثر عليها قبل 1000 عام، إنما المعاني التي نحن عليها الآن. أوضح الموضوع لاحقا. الموجود، ما هو الموجود حاليا في الواقع
على أرض الواقع. القراءة السائدة للنص نشوف أنه هي هذه القراءة تعتقد بأنه النص لا يمكن تفسيره إلا بالنص، بنص داخل النص. يعني أنه عندما أريد أن نفسر آية لابد ما نتدخل، أنه نأخذ هذا النص، هاي الآية، ونقارنها بآية أخرى حتى نفتهم. يعني نضيء هذه الآية أو هذا النص بنص من داخل الكتاب، يعني عملية دورانية، أنه داخل الكتاب لا تخرج خارج الكتاب. هاي يسميها الكور الدوامة أو الدوامة الميتافيزيقية، ما أتذكر بالضبط بس هي شيء من هذا النوع. معنى آخر أنه المسلم لا حق له بقراءة النص مباشرة، ولا بد له أيضا من استعانة يعني بمترجم، أقصد بمفسر يفسر له النص ويفك شفراته. مو هذا، مو بس هذا، ان اي واحد ما له حق يبدي راي بالنص، يعني يقرا النص ولا حق له في ابداء رايه، فهذا يعتبر حرام، فهو حتى لو اصاب فقد اخطا. هاي كما مقوله مشهوره لابن كثير ومعتمده عند جميع الفقهاء تقريبا. اما الحديث عن يعني اكو حديث لابن عباس فهذا كارثة الكوارث، هو منقول عن ابن عباس وصحته كبيرة جدا كما يقال، لكن هي أنا أعتبر هذا كارثة الكوارث. أقرأ لكم النص، يقول: من القرآن ما استأثر الله بعلمه، ومنه ما يعلمه العلماء، ومنه ما تعلمه العرب من لغاتها، ومنها ما لا يعذر أحد في جهالته. يعني أنا ما أريد أشرد أقول عن هذا النص غير أنه يعني يقول يعني أنه لا 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 أحد استأثر بعلمه، زين كتاب لمن أرسل؟ يعني ليش رب العالمين أرسل الكتاب؟ يعني إذا هو شلون يقول ما استأثر الله بعلمه، منه ما استأثر الله بعلمه، زين إذا الله استأثر بهذا الشيء لمن أرسل الكتاب؟ هو غير يقول أرسلناه هدى للعالمين؟ زين يعني هو يقول اكو اشياء ملغزة ولا يمكن حلها، وهاي يعني هاي حصريا لله، يعني ما لكم علاقة بها، عفوها تركوها. زين يعني هسه يعني ما اعرف، زين انا اوكي ما يخالف، قبلنا انه اشياء لا يمكن ان نعرفها ونفهمها، هو استأثر الله بعلمها، حسنا. زين انا كيف ممكن اصبح مسؤول امام هذا النص ومحاسب وربما ألقى في قعر الجحيم وأنا ما أفهمه ولا يعرف تأويله إلا من أرسله؟ يعني هل هذا معقول؟ أترك لكم المسألة. وبعض الأصدقاء احتاج قال يجب أن نفرق في مسألة نقد الدين، يعني بين الصورة المنتشرة وبين الصورة الأساسية الأصل، وهي مقولة معروفة أنه الدين تجار الدين لا يمثلون الدين، أنه الدين الصحيح الكل انحرف عن الدين الصحيح والكل لا يطبق الدين الصحيح بأسباب كثيرة، تدخل الدول العظمى، تجارة الدين، المصالح، كل هاي. بس هم يقولون دائما أكو شيء يعني هذا موجود يعني لا يمسه، يعني هذا الدين الصحيح الكل يهرب من عنده وما يريد طبقه. أنا عندي حلقة حول هذه الحجة عن الدين، وأرجو أن ترجعوا لها، وراح أترك رابطها وهنا راح يطلع، أنا يعني حاول أخليه بالفيديو. لكن أقول أدي إجابة ثانية، إحنا شفنا أنه أكو صورة أساسية كما يقال مزعومة عن القرآن، هاي الصورة الأساسية إحنا ما جاي نشتغل بها، إحنا الموجود هو صورة شائعة مزيفة مغشوشة. طبعا القرآن هو نفسه إجل قال أنا إجيت ونزلت، لأنه القبل كانوا مغشوشين، أنا نزلت وراح يبقى في لوح محفوظ غصبا عن يرضى والما يرضى. يعني هو القرآن والإسلام بأكمله شرع نفسه بنفسه وقال لأنه قبلي كانوا منحرفين وأنا أتيت لكي أحسم الأمر. الآن نفس الحجة القديمة، معناته إذا هذا الدين الصحيح ما موجود لازم نجيب دين جديد بعد مرة رابعة، يعني أول مرة اليهودية وبعدين المسيحية والآن الإسلام إجا، حتى وهم يجي واحد رابع حتى يصحح. طبعا لا يقول لك هذا صحيح، يعني فد مغالطات وتداخلات عجيبة غريبة. المهم أنا جاوب على هاي الحجة وأقول لا يوجد شيء اسمه صورة أساسية،
هذه خرافة وأسطورة إحنا يعني خلقناها مع أنفسنا، لأننا عندنا مشكلة مع اكتشاف الحقيقة المرة. الإنسان يحب يبقى مرتاح، أو مو هو، حتى الدماغ الإنسان يسمونه التنافر المعرفي، هاي مسألة طبية وبسيكولوجية أيضا. يعني أنت عندما تكتشف بأنه الحقائق أمامك مرة وعلى مدى آلاف ومئات السنين، وتتناقض كلها مع الحقائق، مع النص اللي أنت تعتمده أو الشيء اللي تحبه أنت، فبالتالي ماذا تفعل؟ هذا شيء مؤلم. يعني مثل واحد يشعر بألم في جسده فما يتذكره، فيحاول يعني يرضي نفسه، يطبب نفسه، يخترع الأعذار الكافية حتى ينسى الموضوع. المهم الفكرة وين؟ أنه ماكو شيء اسمه صورة أساسية، وحتى لو وجدت هذه الصورة فقد انتهت وفقدت نهائيا، ولا يمكن على الإطلاق استعادة، لأن هذا الزمن انتهى. الزمن والزمان لا يعود إلى الوراء، هذا حقبة انتهت. النص نزل بفترة 23 سنة قبل، ب 610 هجرية، واستمر إلى 23 سنة وانتهى الموضوع. يعني 610 ميلادية، العفو، يعني قبل 1450 سنة تقريبا انتهى الموضوع. وهذا المناخ وهاي البيئة اللي الحاضنة للنص انتهت. الحاضنة للنص بمعنى اللي تفهم وتقرأ وتستوعب هذا النص ومعاني حروفه، كلماته، دلالاته، يعني كلها، هذا الجو انتهى. فالصورة الأساسية إن وجدت فهي مزيفة ومستحيلة، فهذه يعني لا ينطق بها كل ذي عقل سليم. ثم هنالك مشكلة، يقال بأنه احنا يجب ان نفهم، هنالك فهم متوارث للناس، وهذا الفهم غير صحيح وغير دقيق، ويجب ان لا نخضع لهذه اللعبة. انا اقول انه مسألة الفهم مو مسألة يعني كما تبدو هيك مجرد كلمة. الفهم قضية معقدة جدا، والآن هي حقل كامل من حقول الفلسفة متفرغ لمسألة الفهم. احنا ما نفهم مفردة الفهم بشكل جيد، يعني الفهم هو المفهوم من الفهم. مفهوم الفهم هو بحد ذاته اشكال هائل. احنا كيف نفهم؟ من يسأل نفسه احنا كيف نفهم؟ هذا السؤال لوحده يعني يحتاج له الآن جامعات بأكملها تشتغل بس على كيف يفهم الإنسان، ما هي الآلية التي تجعله يفهم العالم، كيف يعني هي بالإبستمولوجيا، مسألة إبستمولوجية سواء علم المعرفة، كيف أفهم، لماذا أعرف أنه 2 زائد 2 4، ما هي الآلية التي في الدماغ التي تجعلني أفهم. هذه وحدة من عشرات بل مئات التفاصيل بالقضية المعقدة. فعندما يجي واحد يقول أنتم لا تفهمون بشكل جيد، علينا أن نفهم بأن القضية ليست بسيطة إنما معقدة جدا. وهي منين إجتنا هاي المسألة؟ إجتنا من أن إحنا عندنا قناعة مرت بينا عبر التاريخ بأن هنالك تفسير صحيح، وأن هنالك تفسيرات غير صحيحة أو تفاسير غير صحيحة. هذا وهم أيضا كبير جدا. لا يوجد شيء اسمه تفسير صحيح لكل نص. النص القرآني هو نص أدبي يعني كوصف كتجنيس لغوي، هذا هو النص القرآني، هو نص أدبي في النهاية. فهذا النص الأدبي لا يمكن أن تجد له تفسير. يا وإلا أسأل أقول لك مثلا قفا نبكي من ذكرى حبيبنا، يعني مثلا هذا بيت شعر من 2000 سنة أو 1800 سنة من عمر القيس لحد هذا اليوم، عشرات الكتب طلعت تفسر هذا البيت الشعر، لن تجد، لن ينتهي الأمر. يعني البيت الشعري هو يتحمل تفسيرات بعدد القراء مالته، وليس بعدد القراء مالته، بعدد المرات اللي أنا مثلا أقرأ نص شعري اليوم أقرأ بعد أسبوع بشكل مختلف لأن أنا اختلفت. فالقضية معقدة. يعني المشكلة أنه إحنا كلنا نعتقد بأن هنالك فهم وتفسير صحيح للأشياء، هذا قناعة يجب أن نلغيها من دماغنا، وهذا الشيء نشطب عليها. ماكو شيء اسمه فهم وتفسير صحيح وصورة صحيحة، لا يوجد
هذه أسطورة كبرى هائلة داخلة في تفاصيل كثيرة من حياتنا، وأنا أدعو وناشد الجميع أن يحاولون يتبعون آثارها في كل تفاصيل حياتنا وكل وطرقنا بفهم العالم ووعي العالم. هذا شيء متغلغل بكل تفاصيل حياتنا، علينا أن نتخلص منه، ولا توجد هناك قناعة نهائية، دائما هناك فرصة لإعادة النظر بالأشياء، ولا يمكن أن تنتهي هذه الفرصة على الإطلاق، دائما أكو شيء جديد. والسبب هو قدراتنا، يعني أنه العقل محدود، يعني العقل، إمكانات العقل البشري والطاقة والحواس البشرية والمعارف البشرية محدودة، يعني مو بكيفنا، هو هاي طبيعتنا. الفهم أيضا العملية مركبة ومعقدة جدا، وهذا الأمر يعني عبارة عن وهم ميتافيزيقي خلف أن الفقهاء، وبل أن التراث بأكمله كان يؤمن بهذه المقولة. وأي كتاب بالتراث تفتحه الآن، حتى كتاب أدبي مو كتاب ديني، تلقون بهاي الحقيقة الراسخة، وليس الأدباء ولا العرب، حتى الأمم الأخرى دائما تشعرون بأنهم يعتقدون أكو هنا الحقيقة موجودة في مكان ما، كل ما علينا أن نبحث عنها. وهذا الوهم، حقيقة غير موجودة. كلمة الحقيقة بحد ذاتها أو التفسير أو الحقيقة بحد ذاتها هي أسطورة، يعني وكل ما نفعله هو تأويل في تأويل، فلا توجد صورة أساسية، وإن وجدت فهي صورة موجودة في ذهنك أو ذهني، وليس في النص ولا في أي شيء آخر. موجودة النص بأشياء بمعنى ما، لكن هذا المعنى ما يوصلك إلا بطريقتك. يعني أنا لا يمكن، إذا أنا لابس هاي النظارة وتعطي لون أصفر وأنت لابس نظارة ترى الألوان ترى بلون آخر، لا يمكن أن تشابه في الرؤية، لأنه اعتبر عينك أو ذهنك أو دماغك هو نظارة ترتديها ولها لون معين، فأنت ترى الأشياء بهذا اللون، لا تستطيع تغيير هذا اللون. الآخر كذلك، وكل إنسان يرى بعينه، وعينه لا يمكن أن تشبه عين أخرى مهما تعددت الاحتمالات، فهو يونيك، يعني شيء منفرد وغير قابل للتكرار. الفهم الآن، عملية الفهم أو ما يسمى بالهرمونطيقة، أصبحت حق الفلسفي، وهذا حق تقريبا الآن كما نعرف أنه مباحث الفلسفة ثلاثة الآن، يعني نوعا ما عملية الفهم راح تصير يعني نوعا ما من المبحث الرابع للفلسفة، والفلسفة عبر تاريخها بأكملها حتى يومنا هذا هي لها ثلاث مباحث رئيسية فقط، وهي الوجود، الأنطولوجي والأبستمولوجي والقيم. فهذا الآن راح يجي عملية الهرمونطيقة، راح يعتبر باب من أبواب أو مباحث الفلسفة الأساسية، وهو معنى آخر التأويل أو الفهم، وهو هذا برأيي راح يغير مستقبل البشرية. ممكن أي واحد يطلع على تاريخه من بدءا من شلاير ماخر الألماني، يعني بداية القرن التاسع عشر أو نهاية الثامن عشر، وتواصلت مع دلتاي وغادامير، وانتهت الآن وصلت إلى ريكور، وهؤلاء اشتغلوا شغل عميق جدا. وبالمناسبة هؤلاء متدينون، يعني لاهوتيين، وهم مؤمنين، يعني ما أعتقد مو كلهم بس أغلبهم هكذا. يجب أن نفهم سادسا، يجب أن نفهم بأن التفسير هو من حق الجميع، مؤمنين كانوا أو غير مؤمنين. لماذا؟ لأن الكتاب هو للناس أجمع، بمعنى أنه للجميع بالضرورة، ولهم بالتالي الحرية الكاملة في قراءته وبناء الأحكام أحكامهم عليه، أو ما يختارون ما يشاءون. لا حق لأحد بالتالي الاعتراض، حتى لو افترضنا أن هناك أكو ملحد يعني راح يكتب تفسير للقرآن الكريم أو أي نص مقدس يحتاجه هو، يعني مسألة أن الكتاب هو هذا كلام الله، فما دام أن أنتم تعتبرون هذا كلام الله فهو حق مشاء للجميع، وإلا فإن الله ليس حكرا عليكم فقط، يعني لابد أن كل إنسان يعبر عن رأيه. إذا كان رأي الآن لا يعجب أحدا من المؤمنين بالكتاب، فهنالك أيضا مؤمنين بالكتاب لا يعجبهم رأي المؤمن الآخر، المسألة المفتوحة ما يحتاج واحد يجي يغلقها. معنى
إذا اعترض أحدهم وقال إنه هذا هذا كتاب الله ولا يجوز أن يكون مشاعر لكل من هب ودب، وأن أي تفسير بهذه الطريقة من قبل الناس غير معنيين يعتبر إساءة، وهذه المسألة هي حكر فقط على المختصين. هذا ماذا يعني؟ يعني أنه أن هذا الكتاب أنزل للمفسرين فقط، يعني المقولة الأولى اللي أنا قلتها طلعت صحيحة. معنى آخر بعد يعني راح نمضي مضينا بهذا الطريق، ولو هم يعني قريب ما احنا نفكر بعمق المسألة، إذا مضينا بهذا الطريق راح يتضح عندنا في شيء آخر، أنه هنالك صنفان من البشر، صنف يفهم ويدرك ويحلل، وهذا الصنف هو قليل جدا، أما معظم الأصناف بقية البشر فهم لا حق لهم بالاطلاع على كتاب الله أو إصدار أي حكم أو قراءته بشكل منفتح، يعني لابد يقرا بالطريقة اللي اختاروها هذا الصنف الأول من البشر. وين راح يؤدي بينا هذا الطريق؟ راح يؤدي بينا أنه هذا الكتاب أنزل للمفسرين فقط، وأن الصنف الآخر لا يستطيع فهمه، ولماذا؟ كما قلنا، لأنه وفقا لرأي من يسمون بعلماء الدين إحنا في مرتبة أدنى من البشر، ولا قائل أنه إحنا مرتبتنا أدنى، يعني هذا مستوانا، فإحنا بالتالي لابد أن نحترم نفسنا ونتبع ما يقوله هؤلاء سواء الآن المعاصرين لنا أو قدماء. هذا يتناقض مع مبدأ أو فكرة وجود كتاب أو فكرة وجود رسالة، هي رسالة للناس أجمعين، فإحنا بالتالي أو البشر للإنس والجان أو للعالمين، فإحنا إذا ما أصبحنا من صنف البشر فبالتالي إحنا ما مشمولين بالكتاب. إذن الكتاب مرسل فقط لهؤلاء وليس لنا، لأننا لا نستطيع فهمه، فإذن إحنا خارج صنف البشر أو لسنا معنيين بالموضوع، ولا حق لأحد بعد ذلك أن يصدر أحكاما ويفرضها علينا عنوتا. يصبح بعد ذلك هذا الأمر هو بطش وعدوان واستغلال واستعباد للناس باسم الله، استعباد للناس وأيضا استعباد للكتاب أي بحد ذاته، يعني استعباد من الجهتين، من المرسل والمرسل إليه، يعني هم وقفوا بالنصف وسيطروا على الملعب كله، يعني هم صاروا الحكم والحاكم والقاضي والجلاد. هذا يعني هاي النتيجة اللي وصلنا لها، يعني هاي الطريقة هم يردوا على شو سويكم، يعني قد يعني ربما يجي شخص يقول التخصص مطلوب لتفسير النص المقدس، لا بأس، أنا ما مختلف، يعني قدرات البشر العقلية كما تقولون مختلفة، وهي فعلا مختلفة، وكل إنسان له يعني قدراته ويعني هواياته ومعارفه الخاصة وتخصصه الخاص، مو كل إنسان هو ضليع باللغة، أكو إنسان ضليع بالرياضيات مثلا، أكو إنسان ضليع بالتجارة بالعمليات الحسابية، أكو إنسان ضليع بالقضايا الفنية، لا بأس مو مشكلة، بس هذا يؤدي بينا شنو؟ يعني أيضا بعد آخر إنسان لغة غير فصيحة مثلا أو لا يتقن العربية، اللغة العربية بالنسبة للغة ثانية أو أصلا ما يدخل العربية بالكامل، فلا بأس أن نعترف بأنه يعني ما ننكر هاي المسألة، والقرآن هو كما قلنا حددوه بالعربية فقط والفصحى، وليس الفصحى فقط، أنه يتقن اللغة نحوا وقواعدا وصرفا. بهذه الحالة راح نضطر إلى أنه نقول بأنه لكل إنسان حق أن يقرأ ما يشاء، يعني لا بأس يجون رجال علماء وكذا، بس لكن هذا الرأي مردود. لماذا؟ لأن الكتاب لا يقول أنه بحاجة للتفسير، يقول أنه بيان وهدى للعالمين وليس تفسيرا للعالمين، يعني الكتاب لم ينزل لكي يقول أنا جئت لكي أفسر العالم، أو أنا جئت أو نزلت أو أرسلت أو بعثت عن طريق الوحي، والوحي ظهر إلى الرسول محمد، وهذا الرسول وإحنا الهدف النهائي أنه إحنا أرسلنا تفسيرا للعالمين، وبحاجة بعد ذلك إلى من يأتي يصحح لله ما قاله. هذا شيء يعني راح يؤدي بنا إلى شيء، إلى كارثة، يعني إلى فضيحة يعني كبرى لكل ما جرى خلال 15 قرن الماضية.
هذا يعني احنا بدليل ايضا دليل اضافي احنا من لم نسمع القران يقول يوما انه ولا حتى الرسول كما قلت يطالب بتفسير. الرسول لم يفسر القران لماذا؟ يعني هل اذا وافقنا انه رجال الدين بعد ذلك جاء ابن عباس وكان عنده حديث مع عمر حوار معه وقال انه تاويل القران راح يؤدي الى مشاكل وخلافات وحروب بين الناس وكلنا يبحث عن تاويله؟ لا بأس قال هذا الشيء، لكن هذا التفسير اللي كما يقال انه ابن عباس وصار حوار مع الخليفه عمر، هذا الحوار هل يعني بانه رجال الدين والتابعين والصحابه بعد ذلك اصبحوا اكثر علما ودرايه بكتاب الاسلام وبإله الاسلام ايضا؟ يعني اله الاسلام لم يكن يجيد او يعرف ان هنالك تأويل واختلافات بالتأويل والتفسير. الآن أتى رجال الدين لكي يضعوا شروطهم وكما يشاءون ويقولون ها هو الدين وعليكم أن تقبلوه ولا حق لكم برفضه. سابعا، هناك أن الدين مثلا، حتى أجيب مثال، أن الدين عند الله الإسلام. هذه العبارة أو الآية كيف نفهمها؟ لماذا نفترض أن الكلمات الثلاثة في هذه الآية وهي الدين والإسلام والله، لماذا نفترض أنها تحمل المعنى نفسه اللي تحمله بالنسبة لنا الآن؟ من قال بأن هذه الكلمات هي نفسها التي كانت في ذهن ابن تيمية مثلا أو في ذهن أبو حنيفة أو في ذهن الرسول نفسه أو الصحابة أو معظم الذين أتوا منذ ذلك التاريخ حتى اليوم؟ الإسلام لم يكن هو، حتى بالنص القرآني هنالك لغط كبير على مفردة الإسلام، ما المقصود بها؟ الإسلام قبل الإسلام نفسه، الإسلام الذي نعرفه الآن ظهر قبل الإسلام الذي يعني المعروف. مفردة الإسلام سابقة على الإسلام كدين، فهذا لابد أن يلفت النظر. والفكرة وين؟ أنا مو قصدي أبحث تأويلات، هذا مو شأني الآن، لكن أنا أقول بأن هنالك احتمالات كثيرة جدا ولا حق لأحد أن يحصر هذه الاحتمالات في صالحه ويفرضها على الآخرين. ثامنا، ثم أقول من قال أن العلماء هم وحدهم الذين يعرفون تأويله وتفسيره وأنهم هم الأجدر بتولي المهمة أو المهمة وأن على الجميع الأخذ بقولهم رغم أنفهم؟ طبعا فعلا وليس قولهم، لا يقولون هذا، لكن هو فعلا رغم أنف الجميع يجب أن نقبل بهذا التأويل والتفسير. أنا أرى أن امرأة مسكينة مظلومة تفسيرها لكلام الله هو أبلغ وأصدق من جميع المفسرين، حتى لو كان تفسيرها خطأ في خطأ. بالعكس، هذه المرأة المسكينة فلاحة أو امرأة عجوز أو امرأة شابة مظلومة أيتام وتفسر القرآن بطريقة، ما جربوا هاي المسألة راح يشوفون تفسيرها من أروع وأجمل وأنقى ما يكون وأكثر براءة ونقاء وصدق وشفافية، وتشعر أنه الكلام يطلع من داخل القلب أو من أحشاء من وجدانها، يطلع من ضميرها الإنساني. فهذا أنا أعتقدها أجبل بكثير من أي شخص يفسر، يقف يصعد على المنبر ويفسر القرآن ويدلي ما لديه. هذا هو المريب وهو المشكوك به وهو الذي يحاول أن يستعبد الناس ويستبد بهم. من هنا فإن العلم بالتفسير ليس معيارا كافيا، هذه حجة وافتراء انطلع على الجميع مع الأسف ويجب الحد منه. طبعا وهذا الافتراء يبرر نفسه بأن غايته مصالح العباد، والحقيقة هو غايته مصالح رجال السلطة والطغاة والإثرة والاستبداد والهيمنة على مصادر على مصالح وثروات الناس. هذا وين أدي بنا؟ لأن الكتاب أصبح سلاح بيد الحكام والمفسرين،
ورجال الدين لم يعد كتاب هداية وعظة وتأمل وإلهام روحي للناس أجمعين. معنى آخر، أصبح الكتاب تابع وليس متبوع، تابع لمن يفسره ويتحكم بتفسيره كما يشاء. ويعني تخيلوا، الله هو التابع الآن الذي أرسل الكتاب، أصبح هو التابع للمفسرين، يعني هم يفسرون ما قاله الله بمشيئتهم حتى لو بدون أن يشعرون بهذا، هم يفسرون كلام الله بطريقتهم ويمرروه إلى الناس ويفرضوه عليهم. يعني الله بدون معونتهم ليس لا يستطيع أن يفعل شيئا، أي أنه أرسل كتابا لا يمكن أن يفهمه الناس. هذا يعني هذه وحدها كارثة. يعني أنا أقول صراحة هاي الحالة، أقول مبروك على المسلمين، اختطاف كتابهم وإلههم عللا، وابتزازهم به فوق هذا، ابتزازهم بهذا الكتاب وبإله هذا الكتاب ودون أن يشعروا. تاسعا، ما الذي يرغمنا على استنباط الأحكام من القرآن الذي هو كما معروف هو هدى للعالمين وليس تشريعا ملزما؟ وحتى لو استنبطنا مثلا من عند أحكام، فلماذا نتجنى على الناس ونفرض رأي رجل الدين أو رجل دين محدد على الجميع؟ ثم لماذا نحن نقزم يعني بشكل متعمد قيمة كتاب الله؟ يعني كما يزعمون يعني إنه هو معاني لا 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 يحتويها البحر ولا المحيطات، وإذا أحصيت إذا اعتبرت كقطرات البحر فلا هي يعني بحر ممدود في معانيه، لكن عندما تأتي على رجال الدين تجد أنهم لم يأخذوا من كتاب إلا عشر من هذا الكتاب، ويعني فقط الجزء المتعلق بالتشريع. كتاب الآن بالنسبة لنا هو مجرد تشريع، أما ما تبقى هذا النصف الباقية فهو يعني مجرد ذكر وحفظ ببغائي للآيات وتجويد وترتيب لا أكثر ولا أقل. الآن عاشرا، ما الضير من ترك الناس أحرارا في فهم الكتاب، قراءته وفهمه واستيعابه، وهو الكتاب الذي نزل إليهم خصيصا فردا فردا؟ ألا يكون حينئذ هذا النص يعني مصدر للتنوع والابتكار؟ ألا يكون هذا النص حينئذ فرصة لفتح الأبواب لكل أنواع الإبداع والاكتشاف والتطلع الإنساني والثقافي؟ ممكن هذا الكتاب أيضا يقدم لنا يعني يفتح لنا آفاق جديدة تماما، كل إنسان يقرأ بطريقته والكل متعاونين، يعني متعاونين ويرحبون، وحتى إذا أكو أشخاص لا يرحبون أكو يطلع ناس يصير حوار، يعني يصير ندية ويصير تلاقح ويصير الحياة بأكملها تتنوع ولا تصبح حكر على الفئة محددة وعلى الجميع الانقياد خلفهم كما ينقاد الغنم والماشي. أنا أقول أصبح الكتاب بهذا المعنى بتفسير الشائع هذا وتفاسير الشائعة ليس مصدر للمعرفة وللعلم ولا للعلم، ولا مصدر لتنوير أو فرصة لتنوير العقول والنفوس، بل هذه المشكلة الطامة الكبرى، أصبح مصدر قانوني يمنح الحق لمن اختطف هذا الكتاب وهذا وبتفسيراته ويجعله يفرض شريعته، هو يستنبط من الشريعة خاصة به حسب مزاجه ويفرضها على الجميع وبكل الطرق حتى الطرق الفاشية منها. أختم وأقول اشتغلوا بالتفسير فضاع التدبير، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها، احتكروه وأصبح ملكهم. وأقول احتكروا هذا الكتاب وأصبح ملكهم، وأرجو أن لا يكون الأمر قد قضي. أما من ما زال يبحث عن النص الأصلي والدين الأصلي أو الدين الصحيح، فهذا الشخص أقول له بصراحة أن العودة بآلة الزمن أسهل عليك من هذا، بينك وبين ذاك النص أو الدين الصحيح كما تزعم أو تظن أو تتخيل أو تتوهم طريق طويل جدا. هذا الطريق ساروا عليه آلاف المفسرين والفقهاء والمغامرين
والفاتحين والغزاة والمؤولين والدجالين والسلاطين. هذا التاريخ نفسه ما عاد واحد في رؤوس الجميع. فأنت بأي عين تراه؟ بعين المسلم الشيعي مثلا، هذا المسلم المحتقن واللي يشوف نفسه مظلوم، وعندما يلتفت إلى الخلف يجد بينه وبين هذا النص بحار من الدم وألف حكاية وحكاية، كيف تجعله يرجع إلى نقطة الصفر ويقرأ كأنما كان يتمشى في أسواق مكة أو بكة في زمن البعثة؟ هل يمكن أن يعقل إنسان هذه الصورة؟ الأمر كذلك طبعا يعني مو بس على المذهب الشيعي، مع بقية المذاهب سنة وسلفية وصوفية، وأيضا طبقات من الباحثين والمفكرين والفقهاء وحتى الكذابين والمحدثين. فمن هنا أقول من يتحدث عن العودة إلى الدين الصحيح عليه أن يراجع أقرب مستشفى، وأعتذر لهذه العبارة. أختم وأقول انشغلوا بالتفسير فضاعة تدبير، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأقول هؤلاء المفسرون والفقهاء كان همهم الرئيسي احتكار المعنى الديني وجعله مطية لهم، بدلا من أن يكون ملهما لهم جعلوه أداة تعمل لصالحهم، وضعوه وحجبوه عن الناس، والويل لكل من يتقرب إلى هذا النص المقدس ويحاول أن يفهم أو يتعامل معه مباشرة. إنما لا، هو ملك حصري للفقيه فلاني أو العالم الفلاني، وحليفة طبعا السلطان. شكرا جزيلا، وإلى حلقة أخرى.